السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال يا شيخ، هو يتعلق بأخت يعني مشرفة على حالات، أحسبها أنها تتقي الله يعني، ولكن الذي يحدث لها الحالات. ارفعي الصوت لو سمحتي. سؤال يتعلق بأخت مشرفة على الرحلات للأخوات يعني رحلات. بعض هذه الرحلات الذي يحدث فيها أن المنتقبات عامة خاصة والنساء عامة يعني قد يركبن ما يعرف بالمراجيح في الأماكن العامة أمام الرجال. أسأل عن حكم ذلك يعني، هل دلوقتي هي تجديها أنها تقوم بهذه الرحلات التي يحدث ترتب عليها الآتي ما يحدث يعني ركوب المنتقبة المرجيحة بكافة أشكالها الكهربائية يعني هي أشكال كثيرة يعني وسيارات كهربائية وأمثال ذلك أمام الرجال، يعني في تكشف يعني للنساء في هذه الأشياء اللي نعم طبعا الصالحة لا تعمل هذا العمل. نعم. يعني امرأة صالحة لا تأخذ الأخوات وتجعلهم يتمرجحون أمام الرجال. لا. نعم. المراجيح اللي احنا نعرفها اللي فيها شطحة. مراجيح مختلفة، مختلفة الأشكال يا شيخ دلوقتي بأشكال حديثة. ما أنا بقول يعني لا يصلح المرأة الفاضلة، هل أنت ترضي تتمرجح أمام الرجال؟ لا. طيب خلاص. شكرا. أنا بس بسأل عشان أنا أنقل لها الفتوى. ما أنا جاوبتك. لا يجوز أن تتمرجح المرأة أمام الرجال. لا يجوز طبعا المرأة تركب مرجيحة. لو كان يا شيخ يعني المرأة دي صغيرة سن مثلا 14 سنة أو 15 سنة ولسه عقلها ما زال صغير. بلغت أم لم تبلغ؟ بالغة هي البنات، أنا بتكلم عن البنات دلوقتي لو ننتقل لحكم البنات الصغار اللي هم لا زال حديث عهد باللعب، دول ممكن نسمح معاهم إن هم في سن 14 15؟ يعني بلغت البنت ما بلغت دخلت أيوة في التكليف. أيوة طبعا 14 دخلت في التكليف خلاص. نفس الحكم صغيرة والكبيرة. ما هي بلغت. شكرا. كانت صغيرة دون البلوغ فعايشة كانت تلعب على أرجوحة وهي 6 سنوات ولا 7 سنوات. لكن كبيرة امرأة كبيرة وتتمرجح. لا يصلح عبد الرحمن.